حلقة من السجال الذي خاضته منذ مدة الحكومة والمركزية النقابية الثلاثة المغربية، وذلك بسبب الحوار الاجتماعي ومضامين الملف المطلبي الذي طرحته النقابات. الحكومة قررت توقيف الحوار الاجتماعي في خطوة أحادية الجانب، وبذلك الرفع من التعويضات العائلية رغم عدم حصول توافق مع النقابات. الحكومة انخرطت بكل جدية في الحوار مع النقابات من أجل الوصول إلى اتفاق. هذا لا يعني أنه في حالة ما فشلنا في هذا الاتفاق أن بعض الإجراءات الاجتماعية غادي نخرطوا في التنفيذ ديالها. واحد منها اللي عندنا على سيد رئيس الحكومة كيتعلق بالتعويضات العائلية. حوالي 400,000 موظف دون احتساب الذين يشتغلون في الجامعات الترابية بغلاف مالي ديال مليار درهم تقريبا، كيعني زيادة ديال 100 درهم عن كل طفل عما هو معمول به حاليا. في إجراءات سابقة كانت الحكومة قد وافقت على الرفع من التعويضات بقدر 100 درهم عن كل طفل بالنسبة للقطاع العام، حيث كانت قد أجلت ذلك إلى حدود اليوم. في خضم تضارب الآراء بين النقابات والحكومة، تجد الأخيرة نفسها مضطرة لتنفيذ ما التزمت به دون الوصول إلى اتفاق مع النقابات، وذلك في سبيل إنصاف المواطنين. سمعنا بأن الناطق الرسمي يقول بأنه يمكن للحكومة أن تنفذ ما وعدت به دون الاتفاق مع النقابات، وهذه إشارة أخرى بل إمعان في تبخيص العمل النقابي. ونحن لا يهمنا أن نتفق معه أو لا نتفق، ولكن يهمنا أن نقول بأننا نعيش حالة احتقان اجتماعي غير مسبوق. لأول مرة نسمع أن الحكومة ترفض عرض النقابات، وأن الحكومة هي التي تحتج ضد مطالب الغلاء المعيشة في الوقت الذي كنا ننتظره بعد 8 سنوات تقريبا من الجفاء، وأيضا صد كل مطالب العادلة ومشروع الطبقة الشغيرة المغربية الاستجابة ولو بقليل الذي يتضمن المذكرة المطلبية للحركة النقابية المغربية. رفع التعويضات العائلية الاجتماعية التي ستدمج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 أثارت ضجة واسعة، إلا أن الحكومة بأطرافها جاهزة للتفاعل مع الملف المطلبي للمركزية النقابية وتخصيص غلاف مالي لإصلاح قطاع الشغل بالمملكة.